عرفنا في المرة الماضية أن بالإمكان الحصول على تبسيط أكثر للسيركت لما تشتغل في ساني سودا الستيدي ستيت، يعني لما شغلها مصدر جي بي، هو باستخدام الفيزر كونسبت، مفهوم الفيزر. يعني شو معناها؟ يعني أي المصدر نغيروه إلى فيزر، حولوه إلى فيزر، العناصر نحولها إلى ممانعات. وعرفنا توصلنا في المرة الماضية أن المقاومة نقدر نمثلها كممانعة R نفس القيمة R، الملف نقدر نمثله اللي هو L نحولوه إلى J أوميجا L، والمكثف نحولوه إلى ممانعة واحد على J أوميجا C. وبالتالي لما يكون عندي أي سيركت مهما كانت، لو مثلنا أول شيء المصدر بفيزر حولناه إلى فيزر، وبعدين حولنا العناصر إلى ممانعات بهذا الشكل، الطريقة هذه، فبالتالي نقول إن تحولنا من مجال الزمن إلى مجال التردد، من التايم دومين إلى الفريكوانسي دومين. بعدين تصبح حساباتنا كلها عبارة عن فيزرز، نحسب كل شيء كفيزر. بعد ما نحسب المطلوب كفيزر، الاستجابة المطلوبة كفيزر، نرجعها إلى مجال الزمن. وعارفين طبعا طالما المصدر جي بي معناها أي استجابة نستنتجها هتكون جيبية، هتكون مكونة من ماغنيتود. وبعدين لما نرجعها لمجال الزمن نرجعه كوزاين أوميجا تي، ونضيف لها الفيز شيفت. الفيز شيفت تعتمد على السيركت نفسه، هذه هي اللي تسبب لنا اللي تنتج فيها الفيز شيفت. فنشوف الان مدى التبسيط اللي نحصل عليه لو حلينا نفس المثال اللي بدينا به. اول مثال بدينا به هو تحليل السيركت هذه، مصدر جي بي مطلوب ايجاد التيار فيها، واستخدمنا الطريقه الاساسيه اللي هي الكيرشهوف لوس، قوانين كيرشهوف. استخدمنا قوانين كيرشهوف الطريقة العادية، وبعدين توصلنا إلى التيار I of T. لكن لاحظتوا أن خذينا وقت طويل جدا في لما عشان نوصل إلى الحل. بعدين تحصلنا على تبسيط أكثر لما استخدمنا complex source، يعني المصدر حولناه إلى complex source، وبالتالي حتى الاستجابة الناتجة هتكون عليها أيضا كومبلكس. ونستخدم قوانين كيرشهوف بنفس الطريقة لعند نوصل للنتيجة. فحصلنا على تبسيط أكثر شوية. الآن ممكن نحصل على تبسيط كبير جدا لما نتحوله من التايم دومين إلى الفريكوانسي دومين. هذا المصدر نحوله إلى فيزر، والعناصر نحولها إلى ممانعات، وبعدين نشتغل على أن المتغيرات كلها عبارة عن فيزرز. بنجي نشوف مدى التبسيط اللي نحصل عليه. عندنا المصدر في إس نحوله إلى فيزر. لما نحول المصدر هذا إلى فيزر، الفيزر نيش تكون؟ الماغنيتود والفيز. الماغنيتود كم هنا؟ هي في إس. في إي وس جي الزاوية. الزاوية بالنسبة للمصدر كم هنا؟ هذا المصدر اللي معطي فيز فاي بتساوي كم؟ بتساوي زيرو، يعني هذه دائما أوميجا تي بلس فاي. فاي عندنا هنا زيرو، يعني كأن هذه إي أس جي زيرو. إي أس جي زيرو بتساوي واحد، يعني باستطاعتنا نقول أن هذا تحول إلى مصدر فيزر إلى فيزر قيمة في اس. خلاص هذا هو، يعني المصدر هو في اس. طبعا هنا في اس هنا ما تعنيش دي سي، يعني مش معناه لأنها قيمة ثابتة هي دي سي ثابت، لا، هذه تمثل
طبعا كلها ساينوسويد الشكل جيبي تتمثل اكبر قيمه يوصل لها، يعني يزيد لحد يوصل ماكسيموم، يوصل الصفر ينزل نيجاتيف، فاكبر قيمه موجبه او اكبر قيمه سالبه زي بعضها هي الفي اس. بعدين نجي للعناصر نحولها الى ممانعات. عندي ار عرفت اني نقدر في الفريكوانسي دومين نقدر نعتبرها ممانعه، سميها الان ممانعه وبنفس القيمه ار. نجي للمكثف للملف، اسف الملف نعتبره عباره عن ممانعه قيمتها جي اوميجا ال. بعدين المطلوب هو اي اوف تي اللي مار في الفرع هذا، فنجي لنفس الفرع في السيركت هذه ونغيروه الى فيزر، بس على اساس نعرفه انه هو فيزر نفس ال اي، نكتب اي بس نكتبها كابيتال لتر وفوق منها شرطه. هذا يعني ان التيار هنا هو فيزر، يعني معروف بقيمه الماجنيتود والفيز، هذا معناها. لو كتبتها اي بالشكل هذا اي سمول فوق منها شرطه معناها اي كومبلكس، القيمه كومبلكس بالكامل، لكن اي لما نكتبها بالشكل هذا معناها هي فيزر، واخذين منها بس الماجنيتود والفيز. طيب ونوجد اي هنا، المطلوب هو اي اوف تي، هذا هو اللي مطلوب اي اوف تي اللي مر هنا. ممكن يكون مطلوب مثلا فرق الجهد بين طرفي المقاومه هنا او بين طرفي الملف، ممكن يكون مطلوب اي شيء، كله نعتبروه كفيزر، نكتبه كابيتال لتر فوق منها شرطه بنفس الاتجاه في نفس الموقع. فهنا التيار، يعني نجي هنا ونحسب التيار اي كفيزر، ومن حسن الحظ ان ممكن نستخدم قوانين كيرشوف او اي طريقه للتحليل كلها بنفس الطريقه اللي استخدمنا فيها التحليل في التايم دومين، هي فهنا نجي نستخدم، ممكن نحتاج هنا عشان نوجد التيار اي نستخدم قانون كيرشوف لفرق الجهد، ممكن نطبقه في هذا الاتجاه. يعني لما ندير السهم هذا مش معناه اني تبعت اللي مسار التيار، لا، نقدر يعني واحد ثاني يقدر يجذب بالشكل هذا، هذا ما يكون في الاتجاه هذا يكون في الاتجاه هذا. هذا ما هوش تيار ولا، هذا مجرد توضيح وين في اي اتجاه نطبق قانون كيرشوف. نحن هنا لو درناه بالشكل هذا معناه نطبقه في الاتجاه هذا. لو واحد ثاني كيف ما درنا نحن وخلى السهم في الاتجاه الاخر شكل هذا، معناه بيطبق قانون كيرشوف لفرق الجهد. المعادله اللي نحصل عليها حتكون هي نفس المعادله، مجرد ممكن القيم اللي في المعادلات، الفرق بين المعادلتين ان القيم اللي كانت بوزيتيف تصبح نيجاتيف واللي كانت نيجاتيف تصبح بوزيتيف، يعني المعادلات هي. هذه حتى نقطة مهمة، في بعض الأحيان البعض يتقيد بالاتجاه، يقول في الاتجاه هذا أنا استخدمتها في الاتجاه هذا، يعني يعتقد أن اختيار الاتجاه تعتمد عليه النتيجة. لا، النتيجة لازم تكون هي، يعني مش معقولة لما نحلوا سيركت نوجدوا استجابتين كل واحدة لها شكل. ليش؟ لأني أنا طبق قانون كيرشوف في الاتجاه هذا وجاء واحد آخر طبقه في الاتجاه الآخر العكسي، النتيجة النهائية هي. طيب نجي نطبق هنا قانون كيرشوف لفرق الجهد، عندي لوب واحد أسهل سيركت هذه، ونبدأ ممكن تبدأ عند أي نقطة ونحدد، ما دام أنا قلت درت السهم هيك معناها نبي نطبق قانون كيرشوف في الاتجاه هذا. أول فرق جهد يقابلني هو بين طرفي المقاومة، شنو يساوي فرق الجهد هذا؟ بيساوي R في I زي ما طبقنا قانون الأوم عادي. بعدين نمر على الملف، ففرق الجهد بين طرفي الملف هو عبارة عن زائد جي أوميجا L الممانعة، الآن الممانعة في التيار في I، يعني كأن هذه مقاومة، يعني ممكن تخيلها مقاومة ومريت عليها، ففرق الجهد هو المقاومة في التيار، لكن هنا المقاومة أصبحت عبارة عن جي أوميجا إل.
فبالتالي الفرق الجهد حيساوي الممانعة، عشان نسميها مقاومة نسميها ممانعة الملف في التيار كفيزر. هذا يعطيني فرق الجهد بين طرفي الملف، ونستمر فيها. نوصل هنا إلى ناقص، طالما أنا واخذ الاتجاه هذا مريت على الناقص أولا، يبقى ناقص أوميجا إس ناقص ناقص في إس يساوي زيرو، أو الفي إس لأنها قيمة ثابتة ممكن نشيلها للطرف الآخر ونقول هذه تساوي نتيجة هنا تساوي في إس بهذا الشكل. يصبح عندي هنا المجهول الوحيد هو I ناخذ مشترك، لو أخذته مشترك هيكون عندي I R زائد J أوميجا L يساوي VS. وبالتالي التيار I الآن كفيزر، I كفيزر شنو يساوي؟ يساوي VS على R زائد جي أوميجا إل. الآن نحن وجدناه كفيزر المطلوب، نحن بنرجعه هو إلى مجال الزمن. كيف نرجعه إلى مجال الزمن؟ نكتبوه بس في صيغة الإكسبوننشال أو البولار، سوا سوا يعني بالماجنيتود والفيز. فهذا ربي نكتبه على هيئة ماجنيتود في إي أس جي فاي أو الزاوية فاي. فالماجنيتود بالنسبة للكومبلكس نمبر هذا شو نساوي؟ عندي بسط ومقام. مادام عندي بسط ومقام معناه الماجنيتود هي الماجنيتود للبسط اللي هي عبارة عن بيس نفسها على الماجنيتود للمقام اللي هي مربع الريل بارت R تربيع زائد أوميجا تربيع L تربيع بس الكل تحت الجذر. هذا هو هذه هي الماجنيتود بالنسبه للكومبلكس نمبر اللي في المقام. هذه الان هي في اس، هذه هي الماجنيتود كليه بالنسبه للتيار. بعدين نحتاج للفيز، فالفيز ممكن نكتبها في الاكسبوننشال فورم او البولار فورم. لو كتبتها في الاكسبوننشال فورم نقول هي اي اس جي في الان لما نبي نوجد الفيز الكليه، فيز الكلية تساوي الفيز للبسط، كأن هذا كومبلكس نمبر كامل. الفيز للبسط ناقص الفيز للمقام. الفيز للبسط تساوي صفر صفر ناقص الفيز للمقام. الفيز للمقام كومبلكس نمبر اللي في المقام اللي هو عبارة عن 10 ماينس 1 ماينس 1 الإيماجينري بارت أوميجا إل على الريل بارت اللي هو R، أوميجا إل على الريل بارت اللي هو R. هذه طبعا ممكن نحولوها إلى هذه الصفر، المهم أن القيمة هي J، ممكن حتى ناقص نحطها هنا ناقص J 10 ماينس 1 10 ماينس 1 أوميجا إل على R. وبالتالي وجدنا الآن التيار المطلوب كفيزر، له ماجنيتود وله فيز، بس عارفين انها في الاصل هو في الحقيقه هو جي بي، وهذه هي الماجنيتود بالنسبه له وهذه هي الفيز. فخلاص يبقى هنا حنقول اي اوف تي تساوي، نرجعوه الى مجال الزمن. لما نرجع الى مجال الزمن نحتاج الماجنيتود اللي هي بي اس على R تربيع زائد أوميجا تربيع L تربيع كل تحت الجذر. لما نرجعوا إلى مجال الزمن رجعوا T يعني، فنرجعوا على هيئة كوزاين لأننا عارفين لازم يكون جي بي، يبقى كوزاين أوميجا في T، حيث أوميجا هي تردد المصدر، تردد المصدر الأصلي هو أوميجا، هذه تؤثر في القيمة. فأوميجا T وبعدها نضيف لها الزاوية، شنو هي الزاوية هنا اللي هي مع الجي هنا، يبقى ناقص تان ماينس 1 أوميجا إل على R. فنلاحظ أن وجدنا النتيجة بسرعة كبيرة جدا، وبالتالي حتى السيركت لما تكون معقدة يعني في عدد كبير جدا من العناصر
لما نستخدم قوانين كيرشوف فنحصل على معادلات جبرية. فالمعادلات الجبرية حلها سهل، يعني مثلا معادلتين بمجهولين، ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل، وهكذا حسب كبر السيركت. ونحلوا الآن، نوجد المطلوب كفيزر، مطلوب نوجده كفيزر، وفي النهاية نرجعوه إلى مجال الزمن. هذا هو التبسيط اللي ممكن نحصل عليه لو استخدمنا الفيزر كونسبت. هذا الفيزر كونسبت يعني التحول بالشكل هذا، هذا هو التحول إلى الفريكوانسي دومين، هذا يسموه فريكوانسي دومين. فريكوانسي دومين اللي هو مجال التردد. شنو معنى مجال التردد؟ لاحظ هنا نحن قاعدين في مجال الزمن، فيه تي، في ذكر تي، بينما هنا ما فيش ذكر للزمن تي، لذلك يسموه فريكوانسي دومين، مجال التردد أوميغا. العلاقات كلها لها علاقة بأوميغا مش بتي. والسبب هو أن عارفين أن النتيجة معروفة بالنسبة لنا، هي جيبية، الاستجابة جيبية. فهذا هو التبسيط اللي نحصل عليه لو استخدمنا مفهوم الفيزر، أو تحولنا من التايم دومين إلى الفريكوانسي دومين. فالتحول من التايم دومين إلى الفريكوانسي دومين سهل جدا، نجي للمصدر نحوله إلى فيزر، نجي لكل عنصر ونحوله إلى ممانعة. التيار المطلوب أو فرق الجهد المطلوب، استجابة المطلوبة يعني، في نفس الموقع في السيركت نكتب عليها قيمتها كفيزر، ماجنيتودو فيز. ونستخدم الآن أي طريقة من طرق التحليل، هذه تونجوها يعني طرق التحليل المختلفة، تونجوها ونوضحوا كيف نستخدمها نفس الطريقة. فهذا بالتالي تبسيط كبير جدا، على طول تقدر توصل للنتيجة. يعني هذه خطوة كان ممكن نختصرها هنا، خطوة كان ممكن نختصرها ونقول إن نبي تيار I يساوي المصدر، قيمة المصدر على الممانعة الكلية، الممانعة الكلية R زائد J أوميجا L. فهذه اللي هنا يعني I هذه تساوي VS على الممانعة. يعني كان ممكن اختصرنا الخطوتين هذين بس للتوضيح، يعني على أساس في الأساس نستخدم قوانين كيرشوف. طيب ناخذ مثال آخر نستخدم فيه التحول من التايم دومين للفريكوانسي دومين. نفرض أن السيركت هي عبارة عن سيركت بهذا الشكل المعطية، معها هنا مصدر تيار، هنا عندنا مكثف وعندنا مقاومة وعندنا هنا ملف. أنا عندي مصدر تابع. يعني طريقة التحول إلى التايم دومين للفريكوانسي دومين، السيركت ممكن يكون فيها أيضا مصادر تابعة، dependent sources. فهذا مثال على أن السيركت فيها dependent sources، ولكن ما يهمش، نستخدم نفس الطرق. هذه ميزة التحول من التايم دومين للفريكوانسي دومين. المصدر هذا مصدر تابع، معناه يتبع القيمة أخرى، تيار في تيار وفرق جهد في السيركت في مكان آخر. هنا كاتبين عليه، عطينا الاتجاه هذا وكاتبين عليه 3V1. طبعا عشان نعرف قيمته كم لازم ندور على V1 هذه وين، اللي هي تؤثر في قيمته. V1 ممكن تكون في أي مكان، ففي السيركت معطية بين طرفي الملف هذا، هذا V1. يعني قيمة فرق الجهد هذا تعتمد على قيمة المصدر، ولهذا سموه dependent source. dependent يعني يعتمد على قيمة أخرى، ما هوش حر. dependent يعني قيمته تغير حسب قيمة V1 اللي موجودة هنا. القيم معطية، القيم يعني هنا معطي الملف هذا قيمته 1 ملي هنري، التيار هذا هو عبارة عن 10
كوزاين كوزاين 10 أس 4 تي، هذه أوميجا 10 أس 4 اللي هي أوميجا. هنا في المثال المكثف عبارة عن مكثف سعته عبارة عن 3 مايكرو. هي المفروض نكتبه مايكرو فارد بالكامل، ولكن عادة معروف لما نكتب مايكرو ومحطوطة على مكثف معناها نعني بها سعة المكثف عشان نقلل من الحروف اللي مكتوبات في السيركت. بعدين المقاومة قيمتها 20، الملف قيمته 4 ملي هنري، محادثة بالنسبة للملف هذا 4 ملي هنري. هذه هي القيم. الآن شنو اللي مطلوب هنا في السيركت؟ مطلوب التيار I of T. I of T هو ما هو؟ هذا هو المطلوب، نفس المقول في المثال السابق. I of T هنا هو المطلوب إيجاده. طبعا عارفين أنه طالما المصدر جي بي اللي شغل السيركت معناها I of T حيكون جي بي، وطالما هو جي بي معناها حيكون عبارة عن ماجنتود في كوزاين أوميجا تي زائد الفيس شيفت. وبالتالي أبسط طريقة الآن للتحليل هي التحول من التايم دومين إلى الفريكوانسي دومين. يعني حتى لو كان في عندي ديبندنت سورس في السيركت هي نتحوله من التايم دومين إلى الفريكوانسي دومين. فعندنا الملف هذا في الفريكوانسي دومين هو جي اوميجا، قيمته جي اوميجا ال. اوميجا هي اوميجا للمصدر، المصدر اللي يشغل السيركت هو هذا، هو اللي موجود هنا. هذا المصدر جي بي اللي يشغل السيركت، تردده كم؟ 10 اس 4. يبقى الممانعة هذا يتحول الى ممانعة قيمتها جي اوميجا ال، اوميجا 10 اس 4 في ال اللي هي 1 ملي، ال 1 ملي يعني 10 اس ناقص 3 ملي. فالقيمة حتطلع الآن عبارة عن جي 10، هذه حتطلع ممانعة قيمتها جي 10. المصدر هذا يصبح عبارة عن فيزر، نخليه فيزر. فيزر التردد 10 أس 4 زائد فاي، ولكن فاي هنا تساوي 0، يعني 10 في إيوز جي 0 10. يبقى هذا كفيزر أصبح عبارة عن 10. 10 لا تعني أنه هو قاعد ثابت، لا، العشرة هذه تعني أكبر قيمة هو جاي بيكي. فلو جينا وشفنا أكبر قيمة له هي 10، هذا معناه. يعني لازم تخيلوا نحن العشرة هذه شنو هي. العشرة ما هيش قيمة ثابتة لأن جاي بي في الأصل هو هذا شكله، وبالتالي هذه هي الماجنيتود بالنسبة له أو السعة، أكبر قيمة يوصلها. طيب المكثف يتحول إلى ممانع 1 على جي أوميجا سي، يعني 1 على جي أوميجا 10 أس 4 السي 3 مايكرو. المايكرو كم يساوي؟ 10 أس ناقص 6، يعني في 10 أس ناقص 6. فأنت لو حسبت القيمة هذه جبت ال 10 أس ناقص 6 فوق ب 10 أس 6 تجد قيمة 10 أس 2. يبقى وعندي الجي هنا في المقام، هذه درناها بالشكل هذا للتوضيح، لكن انت خلاص هتعرف على طول تكتب النتيجة. هذا جي يصبح في البسط بناقص جي، هذا جي اللي موجود في المقام يصبح في البسط بناقص جي. يبقى قيمته قيمة المكثف كممانعة تساوي ناقص جي 100 على 3. يبقى هنا هنكتب عليه قيمته، قيمته ناقص جي 100 على 3. هذه قيمة ممانعة المكثف. هذه طبعا ممانعة قيمتها 20 كيف ما هي. هذا حيكون عبارة عن جي أوميجا إل، أوميجا 10 أس 4 الملي 10 أس ناقص 3. يبقى نضربهم في بعض يعطيني 10 في الأربعة ب40، يعني تصبح هذه عبارة عن
ومانع قيمتها جي 40. طيب هنا عندنا الفرق جهد V، هنا V1 of T، هذا ما أعطي في مجال الزمن، حتى هو نكتبه كفيزر، يعني نكتبه بنفس الحرف بس كابيتال، كابيتال ليتر V1، وندير فوق منه شرط، هذا هو V1، وبالتالي المصدر التابع هذا حتصبح قيمته V1 هنا تتحول إلى فيزر، يبقى ثلاثة V V1. المطلوب هنا، المطلوب في السؤال هو I of T في الأصل، I of T، فI of T هذا في الفريكوانسي دومين يتحول إلى فيزر، يعني كتبوه كفيزر كابيتال I فوق منه شرطة، خلاص هو نقدر نستخدم أي طريقة لإيجاد التيار I، أي طريقة، وهنا نستخدم الطريقة الأساسية اللي هي قوانين كيرشوف، فنقدر نستخدم قوانين كيرشوف عدد من المرات يساوي عدد المجاهيل، كم عندي مجهول هنا في السيركت علشان نوصل للتيار I، عندي هو مجهول ولكن في معاه مجهول ثاني، شنو هو؟ اللي هو قيمة V1 هنا، لو V1 معلوم خلاص نقدر نطلع التيار I، فنحتاج إلى معادلتين لأن عندي مجهولين معادلتين، فنستخدم قوانين كيرشوف كم مرة؟ مرتين علشان نحصل على معادلتين، نستخدم قوانين كيرشوف للتيار أو لفرق الجهد، استخدم اللي تبيها، بس طبعا قوانين كيرشوف للتيار اللي تستفيد منها مثلا عندي خمسة نودز، خمس عقد، فنقدر نستخدم قانون كيرشوف للتيار أربع مرات، هي اللي نستفيد منها، ما نقدرش نستخدمها على الخمسة. وفرق الجهد، بالنسبة لفرق الجهد نستخدم قانون كيرشوف لفرق الجهد على أي عدد من اللوبز، لكن طبعا طالما عندي هنا مجهولين بس ممكن نستخدم قانون كيرشوف للتيار إذا كان فيه إمكانية، ونستخدم قانون كيرشوف لفرق الجهد مرتين. فعندي هنا، عندي هنا نود وهذه نود، فلما جينا نستخدم قانون كيرشوف للتيار، أنا طبعا أقول لك في كلام هذا على أساس شوية مراجعة لطرق التحليل خذتوها في سيركت 1 تتذكروها، فعندي النود، هذه النود 2، معناها نستخدم قانون كيرشوف للتيار مرة واحدة بس نستفيد منها، نقدر نستخدمها مرتين، ولكن لو استخدمتها مرتين هذا قد نلف في الهواء، ليش؟ لأن لو استخدمتها هنا مثلا نحصل على معادلة، لو استخدمتها هنا هنحصل على نفس المعادلة بس مضروبة في ناقص، بس سواء الطرف الأيمن ولا الأيسر، فنستخدم إذن مرة واحدة، فنحن هنستخدم قانون كيرشوف للتيار على العقدة هذه بس، سميها N مثلا، العقدة N سميها أي تسمية X، أي تسمية تعجبك، فنستخدم عليها هذه نود N، نستخدم عليها قانون كيرشوف للتيار، يعني كده ماذا يعتبر مراجعة عليه سيركت 1 باش تتذكروا، يعني عندي نود بنطبق عليها قانون كيرشوف للتيار، فيها ثلاثة طرق لمنطوق، منطوق قانون كيرشوف للتيار، تقدر يعني ممكن تأخذ أنت مجموعة التيارات الداخلة يساوي الخارجة حسب الرسمة، في بعض منها محدد أنها داخلة، بعضها محدد خارجة، فتخلي مجموعة التيارات الداخلة يساوي مجموعة التيارات الخارجة، أو تقول مجموع الجبر للتيارات الخارجة يساوي صفر، إذا كانوا خارج تحطه موجب، إذا كانوا داخل يعني كأنه خارج بالسالب تحطه بالسالب، هذه طريقة أخرى، أو مجموع التيارات الداخلة يساوي صفر، كانوا داخل تعتبره موجب، إذا كانوا خارج تعتبره سالب، هذه كلها توصلك لنفس النتيجة. فنحن الآن هنستخدم الطريقة اللي هنستفيد منها بعدين، اللي هي مجموع جبر التيارات الخارجة يساوي صفر، إذا كانوا خارج نعتبره موجب، إذا كانوا داخل نعتبره سالب. ففي ثلاث تيارات عندي، في تيار هنا، تيار من هنا، وتيار من هنا،
نبدأ بالتيار آي، هذا خارج، مدام هو خارج أنا نبي نتبع التيارات، مجموعة التيارات الخارجة يساوي صفر، مدام هو خارج نعتبره موجب يبقى آي، هذا التيار الأول. بعدين عندي العشرة داخل، يبقى نقول ناقص عشرة لأنه داخل حسب الشكل داخل. عندي التيار اللي ماشي في الاتجاه هذا، التيار اللي ماشي في الاتجاه هذا مش مكتوب عليه بالضبط، مش مكتوب عليه يعني هو شنو، ولكن معروف أنا مدام عندي فرق الجهد بين طرفي الملف هو V1، فالتيار اللي مار من هنا خارج هنا يساوي V1 على J10، يبقى هنا زائد V1 على J10. هذا ثلاث تيارات لنا، واحد اثنين ثلاثة، حصل جمعهم يساوي صفر. هذه المعادلة رقم واحد، فيها مجهولين اللي هي I و V. أنت تقدر يعني بش الكلام اللي قلناه تكون متأكد منه، تقدر تستخدم قانون كيرشوف للتيار عند العقدة هذه، شوف شنو يطلع لك، هيطلع لك نفس هذا بس هذا ناقص وهذا زايد وهذا ناقص. فأنت لو تضرب أي قيمة هنا في الناقص وتضرب الصفر في الناقص، الصفر ما يتغير، صفر صفر، لكن شو اللي يتغير؟ الإشارات. طيب بعدين هذه معادلة، ما زلنا بمعادلة ثانية. المعادلة الثانية ممكن نستنتجها باستخدام قانون كيرشوف لفرق الجهد. أيوة، فقانون كيرشوف لفرق الجهد ممكن نستخدم اللوب الخارجية هذا. ليش؟ باش نتفادى المرور على المكثف، على مصدر التيار. لما الأفضل نتفادوه لما نستخدم قانون كيرشوف لفرق الجهد، نتفادى المرور على مصدر التيار، لأن لما تمر عليه ممكن يكون عليه فرق جهد مجهول، فأنت هتجيب لنفسك مجهول جديد أخرى. فنحن حنستخدمه على اللوب الخارجية، أوتر لوب، أوتر لوب، لوب الخارجية. تبدأ عند أي نقطة؟ مثلا نفرض أنها بديت هنا، فرق الجهد اللي هنا كم يساوي؟ التيار هو I والممانع ناقص J 100 على 3، يبقى التيار اللي ماشي في الاتجاه هذا هو الممانع اللي هي ناقص J 100 على 3 في التيار I. هذا الجزء الأول من فرق الجهد هنا مثلا ماشي في الاتجاه هذا، نقول زائد 20 ممانع في التيار I، مريت على الملف يبقى زائد جي 40 أيضا في I. بعدين هنمر هنا على المصدر، أنا ماشي في الاتجاه هذا مريت على الناقص أولا، يبقى هنقول ناقص 3 V1، ونستمر لعند نكمل المسار. أنا بديت هنا لازم نرجع للمسار النقطة اللي بديت منها، فنلاحظ هنا أني هنمر على ناقص V1، ناقص V1 المجموع يساوي صفر. هنا أيضا المعادلة فيها مجهولين I و V1، فعندي معادلتين بمجهولين، اكتبن أنت حلهن بالطريقة اللي تعجبك، ممكن بالتعويض من معادلة في معادلة، أو تستخدم الديترمينانت والماتريكس بحيث توصل للنتيجة، بحيث توصل للتيار اللي هو التيار I. الديترمينانت والماتريكس فايدتها أنك أنت لما تجي تحل تكتب المعادلتين على هيئة ماتريكس، وبعدين تركز تحسب مرة واحدة، تركز على المجهول اللي تبيه أنت بس لو عوضت باستخدمت التعويض هتضطر ممكن تحسب المجاهيل الأخرى ما تبينش أنت. فهذه فائدة الماتريكس، استخدام الماتريكس للحل، هذه كلها واخدينها من قبل يعني في الرياضيات عارفينها. فخلاص نحن توه لحد هنا هذا هو اللي نحتاجه له، معادلتين بمجهولين، بسطهن المعادلتين خلين في أبسط صورة، ووجد التيار آي كفيزو. هذه طبعا عبارة عن خطوة بسيطة خذيتوها أنتوا في سيركت 1 وعرفتوا كيف تتعاملوا معها. فالحل هنا لو مشيت في الحل هتجد أن التيار I يساوي كفيزر يساوي 60 على
7 ناقص 3 جاي، علشان نرجعه لمجال الزمن الأفضل يكون في الإكسبوننشال فورم أو البولار فورم. فلو حولت أنت للبولار فورم الماجنيتود 7.88 تقريبا، وزاوية مقدارها 23.2. خلاص إذن I of T توا تقدر تكتب I of T مباشرة، الماجنيتود عندك اللي هي 7.88، ترجع إلى مجال الزمن رجع كوزاين أوميجا. أوميجا في الأصل عبارة عن 10^4 في T، وبعدين نضيف لها الزاوية. الزاوية هنا 23 + 23.2. وبالتالي توصل الآن إلى الحل في مجال الزمن. هذا هو المطلوب. نحن طبعا دائما اللي بنوصل له هو الاستجابة في المجال الطبيعي في اللي نحن عايشين فيه، مجال الزمن. الفيزرز هذه مجرد تخيلات بس نحطوا فيهن، حطيناهن باش نبسطوا على أنفسنا الحل. يعني مثلا عندك ملف مكتوب عليه جي عشرة، ما قدرت نجي في المعمل نقول لك تعال أو خذ هالملف هذا جي عشرة. حتى لو جيت تبي تاخذه ما تلقى شيء، لأنه هو تخيلي. ما فيش الملف ديما لما بنعطيه لك الطبيعي مكتوب عليه قيمة المحاثة كم، مثلا 10 ملي هنري، 15 هنري، الملف له قيمة محاثة، لكن مش جي، فيش هذا ما تلقاش. لكن شنو استفدنا نحن من الجي هذه، من التخيلات هذه، أن نوصل للحل بسرعة وبعدين رجعوه إلى مجال الزمن. طيب فيه مثال أخر، مثال عندكم هنا. نحن دائما ممكن نحل بعض الأمثلة والباقي نخلوه لكم، اللي هي في البيت أنت قبل ما تجي للمحاضرة الجاية تكون مريت عليه وحليت المثال. مثال حتى حل موجود، هو حل بتاعه موجود، لكن ما تنظرش للحل على طول انت، لا، حط عليه ورقة باش ما تشوفهاش، عرفت؟ والله غمض، كان غمض ما عادش حقه، فانت حط عليه ورقة وحل، وبعدين قارنه بالحل اللي موجود عندك. هذا اذا كان انت مشيت بالطريقة هذه وفهمت الأمثلة الإضافية هذه، إن شاء الله مش هيكون عندك أي مشكلة، لأن هيكون فيه جميع الأشياء اللي مطلوبة، معلومات المطلوبة لتحليل الدرجة الكهربائية تكون موجودة عندك. طيب زي ما نحن استخدمنا قوانين كيرشوف هنا، ممكن نستخدم طرق التحليل المختلفة اللي عرفناها في سيركت 1. طرق التحليل منها الإكوفالنت ريزيستنس، يعني مثلا عندي جزء من السيركت فيه مقاومات بس، لكن ما نبيش ندخل جوا ونحسب التيارات اللي فيهن. عندي نقطتين وهنا ندخل على سيركت، نبي نجيب التيار اللي يدخل للسيركت ويطلع منها. دائما التيار يدخل من نقطة ويرجع من النقطة الثانية، التيار ما يطيحش، يعني لازم في حركة. عندنا الكترونات يا اما يتحركن ولا ما يتحركنش. هذا هو التيار الكهربائي. قلنا ممكن نحن نستخدمه طرق تحليل معروفة وتسهل لنا الحل حسب نوعية المصدر، موجة المصدر. هذا نحن توا الطرق اللي نستخدم فيها اللي هي لما المصدر يكون جي بي، ولكن ينطبق عليها طرق التحليل المختلفة اللي هي مثلا ممكن الكوفالنت ريزيستنس، بس نحن هنا ما نتعاملش مع ريزيستنس، نتعامل مع ممانعات، امبيدنس، كوفالنت امبيدنس. عندي سيركت لها نقطتين، عندها مدخل، فيها مجموعة امبيدنس، ملفات ومكثفات ومقاومات متصلات مع بعضها بأي شكل، وانا نبي نحسب التيار اللي داخلها وخارج منها بس، ما نبيش نخش جوها. وممكن هالسيركت هذه نستغنى عنها بممانعة مكافئة، equivalent impedance، هي نفسها equivalent resistance، نفس المعنى، بس بدل ما استعمل نتعامله مع resistance مقاومات، نتعامله مع ممانعات. وإيجادها توالي نجمعوهن
توازي حصل 2 توازي حصل 4 أنا حصل جامحا، ما وصلتش للنتيجة مثلا، ما عرفتش التوالي والتوازي كان صعب حدو، فممكن تحول من دلتا إلى واي أو من ستار تو ماش أو بالعكس، يعني من واي إلى دلتا، من دلتا إلى واي جي جزء معين. هذه جي بالخبرة، يعني أنت تشوف أي لو أنا حولت مثلا دلتا إلى واي هل تبسط السيركت، أو حولت واي إلى دلتا بالعكس. فجرب أنت، وهذه طبعا تعتمد على الخبرة شوية، يعني أنت هتعرف أفضل طريقة هي شنو، وتحول تجري التحويل، ولما تنظر للسيركت بعدين هتجد أنها أصبحت عبارة عن توالي وتوازي، في ممانعة توالي، في ممانعة توازي، ممانعة توالي تجمعها، ممانعة توازي 2 تضرب حاصل ضربا على حاصل جمحا، نفس الطريقة بالضبط. وهناخده أمثلة عليها. هذا بالنسبة للكوفالنت امبيدنس. بعدين السورس ترانسفورميشن، تحويل المصدر، تقدر تحول مصدر تيار مع مقاومة على التوازي إلى مصدر فرق جهد مع نفس المقاومة على التوالي، أو العكس، يعني تمشي في الاتجاهين حسب التبسيط اللي تحصل عليه. في بعض الأحيان في هذا الاتجاه يبسط، في هذا الأحيان الأخرى الاتجاه العكسي. ممكن تستخدم مثلا source transformation، قلنا source transformation، superposition اللي هو التراكب، ممكن تستخدمه أيضا، يعني عندك مجموعة مصادر موجودة في مواقع مختلفة وانت تبي تحلل، ممكن تستخدم طريقة superposition. شو معناها؟ يعني إذا كان عندك 4 مثلا تلغي 3 وتخلي 1 يشتغل بس، وجيب التيار المطلوب في الفرع المطلوب، تسميه أي شرطة مثلا، بعدين تلغي 3 ثانيات وتخلي 1، وهكذا كل مرة تخلي 1 بس وتلغي الثانيات. الإلغاء كيف، شنو معنى نلغيها؟ لو هو مصدر فرق جهد نحط بدله شورت سيركت، لو هو مصدر تيار نحط بدله أوبن سيركت، دائرة مفتوحة، ونحل. لو فيه 4 مصادر حيكون عندي 4 تيارة، 4 أجزاء، نحسب من كل واحدة بروح. تبسيط فيها شنو؟ أنك أنت يصبح عندك مصدر واحد بس في السيركت، يبسط لك إيجاد الجزء اللي تبيه، وهكذا. عندنا بعدين مثلا ممكن ثيفنينز إكويفالنت، مكافئ ثيفنين، وبعدين نتكلم عليه نوضحه أكثر. ممكن تستخدم نورتون إكويفالنت، ثيفنينز إكويفالنت، نورتون إكويفالنت هو نفسه. بعدين مثلا نودل أناليزس، تقدر تستخدم تحليل العقدي اللي يسموه النودل أناليزس، تقدر تستخدم مش أناليزس، هذه كلها تقدر تستخدمها لما تتحول من التايم دومين إلى الفريكوانسي دومين. المتغيرات بس هتصبح فيزرز، نفس الطريقة بالضبط. وهذا تو الجزء اللي تو نحن نبو ناخذوه، هيكون عبارة عن مراجعة للي خذيناه في سيركت 1، حتى لو نسيت بعض الأشياء في سيركت 1 الآن هتتذكرها. طيب ناخذ مثال، مثلا مثال نفرض أن عندي سيركت، عندي سيركت بهذا الشكل، مكتوب عليها القيم 2 مثلا، 2
ناقص جي. دائما المكثفات تلاحظ ان المكثفات عليهم قيمه مضروبه في ناقص جي بما بالناقص، مش ممكن يكون المكثف عليه زائد قيمه بزائد جي لانه يصبح بعدين ملف، فتتذكرها. يعني عندنا مثلا هذا الملف هو جي، المقاومه هذه هو واحد، عندي هنا نقطتين A و B، والمطلوب المطلوب هنا ايجاد الممانعة المكافئة منها، فهي سميها زد إكويفالنت. نظرا لأنها حتكون كومبلكس، يعني لما نوجد زد كومبلكس ممانعة المكافئة حط فوق منها شرطة. ليش؟ لأن العناصر أصلا فيها قيم كومبلكس، وبالتالي حتى زد إكويفالنت ممكن تطلع كومبلكس أو في الغالب كومبلكس. نبي نوجد نحن الممانعة المكافئة هنا. معنى الممانعة المكافئة حتى هي في بعض الأحيان يسوء الفهم، بعض ما يعني ممانعة ممكن يحسبها ومش عارف الضبط شنو تعني، منين يشوفها، منين شنو تعني بالضبط. الممانعة المكافئة تعني عندي نقطتين، يعني نفرض أن تيار داخل من أي هنا وبعدين حيرجع من بي، يعني هنا السيركت هنا مش مفتوحة، مش مفتوحة، اعتبرها مش مفتوحة، اعتبر أن في تيار داخل من هنا، طبعا ما عندش من أن يطلع إلا من نقطة بي من هنا، يتوزع بأي شكل وبعدين يطلع من هنا ويرجع. ولذلك درنا نحن السهم، تلاحظ رمزنا للسهم في الاتجاه، السهم هذا ممكن نمثله بالشكل هذا تحت نكتب عليه زد إكويفالنت، أو في النص هكي نكتب عليه زد إكويفالنت، كلها لها نفس المعنى، أن اعتبرت أن التيار يدخل من A ويرجع من B، بس على أساس ما ندخلش هنا ممكن نخليها تحت زي الطريقة الأولى، هذه هي زد إكويفالنت. لما نرمزها بالشكل هذا معناها التيار يكون داخل من هنا وخارج من هنا، ولكن لو فرضت داخل من هنا هيدخل وبعدين يخرج من الجهة الثانية، يعني دائما التيار اللي جاي من هنا يدخل ويرجع. طيب نوجد زد إكويفالنت هنا، تذكر المقاومات، لو فرضا كلها مقاومات فتبي تشوف انت بتوجد المقاومة المكافئة من هنا، تبي تشوف المقاومات اللي على التوالي واللي على التوازي، بعدين تمشي وتبسط خطوة خطوة إلى أن تبسط لك قيمة المقاومة المكافئة. هذه الخطوات اللي تبي تديرها أنت. فلو جينا جربنا هنا هنلاحظ أن لو حاولنا نحصل على مقاومات توالي، يعني أو نشوف إذا كان في مقاومات توالي ولا مقاومات توازي، ما نجد مقاومات توالي. شو معناها؟ يمر فيها نفس التيار، يعني لو جيت لأي عنصر هنا ما تلقاش يمر فيه نفس التيار. طب هنا لو كان فيه عنصر آخر يبقى على التوالي، لك هنا ما فيش عنصر، هذا تيار واحد ما ليش تدخل بها التيار هنا ولا هنا ولا هنا. ولا توازي ما تلقاش عنصرين على التوازي. أنا مركزكم على النقاط هذين باش نتذكروا اللي خذيناه في السيركت 1 لأنه مهم جدا. فتوازي شنو معنى توازي؟ عنصرين على التوازي معناها النقطتين الموصل بينهن الأول نفس الموصل بينهن الثاني، سواء من هنا أو من هنا لو كان في الاتجاه هذا. فإذا كان عندي عنصرين متصلات بين نفس النقطتين معناها ران متصلات على التوازي. فلو جينا هنا لا نلقى ولا توالي ولا توازي، يعني لو جينا هذه مثلا هل فيه معها وحدة توالي في الفرع هذا؟ ما فيش. هل معها توازي مفروض بين النقطة هذه وهذه؟ هنا وهنا ولا هنا وهنا، هذه نفس النقطة. على فكرة فيه نقطة مهمة جدا اللي هي النود، كلمة نود، نود عقدة باللغة العربية، عقدة. العقدة خيالها الواحد زي عقدة حبل، ترت في عقدة مشك في الهندسة الكهربائية، مش سلك واحد، لما يكون سلك واحد مرتبط مع بعضها هي كلها تعتبر نود كهربائية، نود واحد. يعني مثلا هذا السلك هذا كله
هذا عبارة عن عقدة واحدة. السلك هذا هذه هذا كله لأن السلك هو يعني من ناحية الناحية الفعلية هو سلك من النحاس، لكن هنا لما نرسمه بشكل هذا معناه عبارة عن سلك لكن مقاومته صفر، فيش مقاومة، فهذه كلها نود واحدة. السلك هذا كلها مع بعضها نود واحدة. يعني أردت تسمي النود تسميتها وين تحطها، ممكن تكتبها هنا، تكتبها هنا، 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 كلها نود واحدة. هذه نفس الشيء، هذه كلها نود واحدة، هذه كلها نفس النود. فهذا معنى العقدة، العقدة اللي هو سلك النحاس اللي يربط بين العناصر، هذا يسمى نود، عقدة. طيب، فلو جيت بحثت هنا مش هتلقى عندك عناصر لا توالي ولا توازي، ما فيش. جيل هذا في معاه عنصر على التوازي، ما فيش عنصر واحد يعني على التوازي معاه هنا، ما فيش ولا هنا ولا ممكن يوصل من بعيد، ما فيش على الإطلاق. فش نديره في الحالة هذه؟ ما عندناش طريقة إلا نستخدم ترانسفورميشن، يا أما نحوله دلتا إلى واي أو نحول ستار إلى مش أو واي إلى دلتا إذا كانوا ثلاثة بس، وكانوا أكثر تسميها ستار تو مش. فنختاره نحن هنا، ممكن نختاره الدلتا، هذا دلتا يعني تخيل إنه هو دلتا، كيف تخيل المقاومة رسمناها هنا هيك، لو رسمناها هنا هيك تبقى شكل الدلتا، لكن هذا سلك يعني ممكن تمشيه بأي شكل، لكن شكل هذا دلتا وهذا أيضا دلتا. فممكن نقوله نجربه يعني أن نحول واحد من الدلتا اثنين هذين إلى واي ونشوفه هل تبسط الحل ولا لا. فنجي للدلتا هذا مثلا كمثال، تقدر تأخذ هذا أنت، أنت حر. نحن تو مثلا بناخذ الدلتا هذا نحولوه إلى واي، لما نبي نحولوه إلى واي من واي طبعا له نقطة في السنتر وطلعت منها ثلاث فروع، فنحط النقطة اللي هي في الوسط وبعدين نمشي للنقاط الخارجية للدلتا. يعني مثلا نحط هنا ممانعة بين النقطة هذه وهذه، ممكن نسميها حتى تسمية، هذا A هذه A هذه نسميها B وهذه كلها نسميها C مثلا، ونوصل ممانعة بين كل بين السنتر وبين النقطة الخارجية، نوصل هنا ممانعة حتى هي وبين النقطة هذه وهذه نوصل ممانعة. طبعا هذه كلها زي ما قلنا سي، تقدر توصلها هنا أو هنا أو هنا، كلها نفس النقطة. الممانعات هذه لها قيم الآن، يعني عرفتوا أنتوا التحويل من دلتا إلى واي، هذا الشكل هذا اللي تكون على هيئة واي، هذا دلتا تحولناه إلى واي. بس طبعا عشان نحولوه لازم نعرف القيم هذه كم، لما نحوله هذين من مكانهم نبغى نعرف القيم هذين كم. مثلا لو جيت لهذه، هذه شو تساوي؟ هذه منين طالعة؟ من أي نقطة؟ من البي، البي طالعة منها الواحد والناقص جي، يبقى قيمتها هتكون واحد في ناقص جي على المجموع. المجموع كم الأصلي؟ واحد ناقص جي زائد جي واحد، واضح؟ يعني هتضرب هنا ناقص جي في واحد على مجموعهم الأصلي الخارجية في الدلتا اللي هو واحد زائد جي ناقص جي هو واحد، يبقى كم هتكون قيمة الممانعة هذه؟ ناقص جي، ناقص جي في الواحد، هذين اللي طلعت من نفس النقطة، هذا طالع من نقطة بي واثنين هذين من نقطة بي، ناخذ حاصل ضرب على المجموع، يبقى ناقص جي، هذا قيمتها ناقص جي. جيل هذه كم قيمتها؟ النقطة اي طلع منها ناقص جي وطلع منها زائد جي على المجموع، ديما نقسم على المجموع، ناقص جي في جي بكم؟ بواحد، واحد على واحد يطلع كم؟ واحد. لما جيل هذه
حاصل ضرب القيمتين اللي طلعت منها اللي هي واحد، وهنا جاي على المجموع. المجموع دائما موجود في المقام، المجموع هو جاي ناقص جاي زائد واحد اللي هو واحد، معناها هذه كم هتساوي؟ عندي جاي في الواحد بجي، يبقى هذه هي الجي. كل التذكير بتذكركم يعني هذه تعتبر مراجعة لسيركت 1، ولكن مراجعة مهمة جدا، لأن السيركت كلها علشان تستطيع يعني تفهمها كويس لازم تفهم النقاط هذه، فعشان ذكركم يعني خلاص توا ما دام أنا حطيت القيم بالنسبة للواي نلغيهن، قيم هذه خطب خارجي هذه نلغيها، فالآن أصبح الحل سهل. ليش؟ لأن لما نجيب الممانع من هنا نفرض تيار داخل من هنا ويرجع من هنا، حنشوف التوزيع كيف يصير. أول ما يدخل التيار من هنا حيجي الطريقين، هذا طريق وهذا طريق، يعني شو معناها؟ معناها الجزء هذا الفرع هذا على التوازي مع هذا، وبعدين لما يوصل النقطة هذه يمر على الجي، يبقى هنا زد equivalent على طول نقدر نقول زد equivalent تساوي 2 زائد 1 هي 3 على التوازي، هذه على التوازي معها اللي هي 2 ناقص جي 3، عندي هنا 3 وهنا 2 ناقص جي على التوازي مع بعضهم يعني. بعدين التيار لما يجمع هنا يمر خلال جي ويرجع، يبقى زائد جي، هذه هي زد إكوفلنت. عندنا هذه الثلاثة على التوازي مع 2 ناقص جي نفس الطريقة، عندي ممانعتين على التوازي حصل ضرب هنا لحصل جمع، يعني 3 في 2 ناقص جي على 3 زائد 2 ناقص جي، وتطلع قيمة الزد إكوفلنت. فلو أنت استمريت فيها وجدت زد إكوفلنت، طبعا تبي تبسطها تمشي فيها خطوة خطوة حتى تجدها في النهاية تساوي، تقدر تأكد منها يعني 33. احنا ما نبيش نمشي فيها خطوة خطوة، ناخذ وقت طويل، ولكن هذينا حسابات المفروض تكون عارفها يعني تتذكرها. 33 على 26 بعدين زائد جي 17 على 26. فتلاحظوا هنا ان التحويل هنا سهل لنا ايجاد الممانع المكافية، لكن لو انا مش عارف طريقة التحليل كيف انا قاعد اتفرج عليها، ما عنديش كيف ندير، كيف نجيب الممانع المكافية؟ ممانع كافية نقدر نجيبوها لما يكون عندي توالي وتوازي وتبسيط واحدة واحدة لان نوصل للنتيجة. واضح حدنا؟ ناخذ مثال اخر لنفرض ان عندي سيركت بهذا الشكل، مطلوب نفس الشيء التيار I of T. طبعا كان السؤال في الأمثلة اللي خذيناها كلها على إيجاد التيار I، هذه مش قاعدة، مش لازم يكون مطلوب تيار بس، ممكن يكون مطلوب فرق الجهد هنا V اللي هنا، ممكن مطلوب V of T
أو بي هنا أو بي هنا بي هنا، يعني هذه كلها ممكن تكون هي المطلوبة. نحن بس هنا بالصدفة قلنا إن اللي مطلوب هو تيار I of T. المصدر جيبي، طالما المصدر جيبي معناه خلاص عرفنا إن التيار I هيكون له ماجنيتود وله فيز جيبي، حتى هو له ماجنيتود. لو جبنا الماجنيتود والفيز يبقى خلاص. فنحاول نوجده الآن. أول طريقة اللي نتبعها هي أول خطوة التحول من التايم دومين إلى الفريكوانسي دومين. أول حاجة نبدأ بها المصدر، المصدر نحولوه إلى فيزر، فهو عبارة عن 40 ساين 3000 تي. نحن بس علشان هذا الفي اس نحن عشان نحولوه إلى فيزر قلنا لازم يكون على هيئة كوزاين، لازم نخلوه على هيئة كوزاين. فهذا يساوي 40 كوزاين 3000 تي ناقص 90 درجة. حولنا ساين إلى كوزاين، وبالتالي خلاص الآن في اس كفيزر. الآن نقولها الماجنيتود والفيز. الماجنيتود عرفناها كم؟ 40. الفيز كم؟ ناقص 90، يبقى في اي ناقص جي 90 درجة. هذا الآن هو في اس. ففي اس نقدر نكتبه بهذه الطريقة، أو لو على هيئة في البولار فورم 40 والزاوية ناقص 90. الناقص 90 درجة هذه لو كتبناها نحن وحولناها للكارتيزيان فورم هتطلع الزاوية اللي هي ناقص 90 درجة. شنو يقابلها في الكارتيزيان فورم؟ 90 درجة ناقص 90 درجة ناقص 90 درجة، يعني لو حولناها إلى الكارتيزيان فورم تجد هذه 40 كوزاين ناقص 90 درجة زائد جي 40 ساين ناقص 90 درجة. فنلاحظ أن كوزاين ناقص 90 هذا يساوي صفر، هذا يساوي صفر كوزاين ناقص 90، بينما ساين ناقص 90 كم يساوي؟ ساين 90 كم يساوي؟ واحد. هذين طبعا الزوايا الخاصة هذه لازم يعني تكونوا تذكروهن، 60 90 30 صفر كوزاين وساين تحن لازم تحاول تتذكره باش ما تاخذش وقت، تاخذ وقت واجد في الموضوع. فهنا ساين ناقص 90 يساوي كم؟ لو كان ساين 90 يساوي كم؟ واحد. لكن لما يكون ساين ناقص 90 يساوي ناقص واحد، وبالتالي هذه تطلع تساوي كم؟ إذا كان هذا ناقص واحد تطلع ناقص جي 40. فهذه تأخذوا قاعدة خلاص، ما عادش في داعي أنك تجري التحويل هذاك على طول. لما يكون المصدر على هيئة ساين فمجرد في كفيزر تحول ساين وتكتب هنا تزيد معها ناقص جي. هذا هو اللي درناه تو هنا. هذا حيكون هو في اس، هذه حتكون ناقص 40 جي ناقص 40 جي. يعني لما يكون عندك ساين بدل الكوزاين فتحط معاه ناقص جي. ليش؟ لأن الزاوية ناقص 90 درجة ناقص جي من الأول، يعني ذكرها ماش في داعي لما يكون عندك عدة مصادر وبعض منها على هيئة ساين وبعض منها على هيئة كوزاين. اللي على هيئة ساين لما تحولها إلى فيزر خذ الماجنيتود وحط معها ناقص شيء بس على طول. طيب هذه نحولها الممانعات، هذه العناصر نحولها الممانعات. المقاومات طبعا كيف ما هنّا
لكن الملف هو جي أوميجا إل. الأوميجا اللي هي في الأصل كم عندنا؟ 3000. الأوميجا 3000 هنا في المثال هذا. يبقى هذه حتكون جي أوميجا إل. جي الأوميجا 3000 في ثلث، يعني 3 تمشي مع 3 تقعد 3 في 1000. 3 في 3000 يعني 3000 على 3 اللي هي 1000، وبالتالي هتصبح هذه جي 1000، أو بدل ما تكتب 1000 اكتبها جي كيلو. هذا يستخدموا فيها في الدارات الكهربائية، بدل ما يكتب 3000 يعني القيمة كبيرة يكتبها كبيرة كيف ما هي، يحاول يستخدم لها الوحدات الأكبر. يعني هنا الكيلو معروف، الكيلو 10^3، الميجا 10^6، وهكذا. فهذا على طول نكتبها بالكيلو. هذه 1/6 مايكرو، فتساوي لما نحولوها إلى إلى إمبيدنس ممانعة هتكون 1/j ωc. فهذه جربها أنت، 1/j ω، جي في المقام، أوميجا اللي هي 3000 في سي اللي هي 1/6، فهنجد أنها لما تحسبها تجد هذه تحولت إلى المكثف إلى ناقص 2j. حتى هو المكثف دائما تجد مكتوب الجي معها ناقص، ناقص 2j بشكل. خلاص حولناها إلى ما زال التيار هذا، بدل ما نخليه اي في التايم دومين هيصبح اي كفيزر، اي كفيزر. والمطلوب هو اي اوف تي، يبقى معناها هنا في السيركت هذه نحاول نوجد اي كفيزر. كيف نوجدها اي كفيزر؟ لاحظ ان ممكن نبسطه السيركت بدرجه كبيره ونوجد الاي كفيزر. التيار اللي نحتاجه له هنا، هنا داخل من هنا ويخرج من هنا، يعني التيار ما يمشيش ويطيح مثلا في الطريق، لا، يعني لازم يلف لفة كاملة. فلو دخل من هنا فيرجع من هنا، فالممانعة اللي تقابل التيار هذا هذه نسميها زد كوفلنت. في معناها يعني لو دخل التيار من هنا ورجع هتقابل ممانعة زد كويفلنت. لو وجدنا زد كويفلنت احنا يبقى التيار خلاص يجدها سهل. السيركت هذه كلها نستدلها بممانعة واحدة اللي هي زد كويفلنت. نبي التيار اي، مجرد نقسم فرق الجهد على الممانعة اللي هي زد كويفلنت. وهذا نبي نديروها نحن، نوجد زد كويفلنت. زد كويفلنت شو تساوي؟ زد كويفلنت تيار لما يجي من هنا وبيرجع يمر على 1.5 كيلو، 1.5 كيلو. بعدين لما يوصل هنا يجي الطريقين، هذا الطريق وهذا الطريق، توازي، يعني هذا يوازي هذا. فالممانعة المكافئة كم تساوي الممانعة هذه في الممانعة الأخرى على المجموع؟ يعني يساوي جي كيلو، ممكن نكتبها هنا جي كيلو، على التوازي مع الممانعتين هذين على التوالي، اللي هن هذا كيلو أيضا معها كيلو، اللي هي 1 كيلو ناقص 2j كيلو، لهذا الشكل. يعني التيار حيدخل من هنا حيتوزع فرعين ويرجع، فهذه هي الممانعة المكافئة. فتوجدها أنت ممانعة المكافئة هذه اللي هي جي كيلو على التوازي مع ممانعة. فالممانعة المكافئة حصل ضربا، يعني القيمة هذه في هذه على مجموع، يعطيك الجزء هذا تحسبه أنت. وبالتالي لو حسبتها بقى هذه أيضا ما نبيش نضيع فيها وقت، بسيطة ما أعتقدش فيها صعوبة. توجد زد كويفلنت، فلو حسبناها زد كويفلنت نلقاها 25 كيلو، 25 كيلو في اي اس جي 36.9 درجة. يعني بعد تحسب الممانعة هذه
وتحسبها في النهاية في الإكسبوننشال فورم هتكون عبارة عن ماجنيتود وفيز شكلها. هذه هي زد إكويفالنت. خلاص هو التيار أصبح سهل إيجاده. تيار شنو الممانع اللي تقابل التيار؟ هي زد إكويفالنت، يعني يدخل في زد إكويفالنت ويرجع. وبالتالي لما نجيب قيمة التيار I هيساوي ناقص جي 40 على الممانع المكافية اللي هي 25 كيلو في E أس جي 36.9 درجة بالشكل. وتحسب النتيجة الناقص جي هذه تقدر تعتبرها E أس ناقص جي 90 درجة، يعني هذه تقدر تعتبرها 40 في E أس ناقص جي 90 درجة. الناقص جي على طول تقدر تكتبها E أس ناقص جي 90 درجة. حولها تحول الناقص جي هنا، وبالتالي حيكون عندك 40، القيمة 40 على 25 كيلو، ديما لما تقسم على الكيلو تقسم على 1000، فالنتيجة تكون بالملي، يعني كأن قسمت القيمة هذه على هذه تطلع بالملي مباشرة. الأفضل أن نكتبها بالملي بدل ما نكتب 10 أس ناقص 3، نكتبها ملي على طول. ونشوف النتيجة هذه، نختصر يعني الزاوية هذه تجي فوق بالناقص، فتطلع النتيجة تساوي 16 ملي أمبير. منين جت الملي؟ لأن عندك قيمة هذه على الكيلو، على الكيلو اللي هو 10 أس 3، فلما الملي 10 ناقص 3 في 10 أس 3 تختصر مع بعضها، فالقيمة بالتالي هتطلع 16 ملي أمبير كوزاين أوميجا تي، الأوميجا 3000، تي زائد الفيز، فيز شيفت اللي هي هذه طبعا لما تجي فوق هتكون بالناقص، وبالتالي هتطلع القيمة ناقص 126.3 درجة بهذا الشكل. هذا هو التيار I كفيزر. الآن وجدناه كفيزر، وجدناه في التايم دومين، آسف، وجدناه هنا كفيزر في الأول. فيه نقطة هنا لازم نأخذ بالنا منها، اللي هي من الخطأ أن يدير يساوي. أنا تو مشيت بسرعة وكتبت يساوي قدامها. هذه كلام هذا في الفريكونسي دومين، بينما النتيجة هنا في التايم دومين. فريكونسي دومين والتايم دومين ما نقدرش نحط بين يساوي، قيمة في التايم دومين تساوي قيمة في الفريكونسي دومين، يعني النتيجة هذه ما نقدرش نقول يساوي. فهنا لو استعجلت ممكن ندير يساوي، لكن هي مش صح، لأن هذا مجال، هذا الفريكونسي دومين وهنا التايم دومين، هذا المجال الحقيقي، بينما هذا مجال تخيلي، فما نقدرش نقول قيمتين هنا تساوي هذه، لازم يكون عشان نقارن بينهم لازم يكون في نفس المجال، يا اما هن الاثنين في مجال الزمن او هن الاثنين في مجال في الفريكوانسي دومين في مجال التردد. زي ما وجدنا عرفنا كيف نوجد الايكوفالنت امبيدنس، ممكن نوجد الايكوفالنت ادميتنس. تتذكروا طبعا في سيركت 1 تعاملنا مع ريزيستورز فقط، ما فيش، ما تعاملناش مع مكثفات وملفات. ريزيستورز لها قيمه، فار لما يكون معطية R عندنا قيمة مقاومة R، لو خذينا مقلوبها 1 على R هذا شنو يساوي؟ يساوي G اللي هي كونتاكتنس توصيلية، هذه سماها التوصيلية تساوي مقلوب المقاومة، أو لما تكون عندك التوصيلية تبي المقاومة R تساوي 1 على G. هنا في الفريكونسي دومين انت عامل مع ممانعات امبيدنس زد، لما يكون عندك زد ايكوفالنت مقلوبها يسموه واي ادميتنس، واي ايكوفالنت بس، يعني زي جي هذه تعتبر ار وهذه تعتبرها واي ايكوفالنت، فواي ايكوفالنت هو مقلوبها 1 على زد ايكوفالنت. في بعض الاحيان بدل ما نستخدم قيم المقاومات نستخدم قيم الكوندكت الادميتنس، هذه يسموها ادميتنس، واي ايكوفالنت يسموها ادميتنس.
يعني بدل ما نستخدم قيم الممانعات نستخدم مقلوبها. هذه في طرق معينة، في بعض الطرق نعرفوها في المرات الجاية. حلها أبسط، الحل يكون أبسط لما نستخدم المقلوب بدل ما نستخدمها هي كيف ما هي. بس هذه ممكن ما توضحش إلا بعد ما نأخذ عليها مثال. لنفرض عند السيركت بهذا الشكل مرسومة في الفريكوانسي دومين، المكثف تجد معه إشارة الناقص معروفة، يعني لو قلت عليه إشارة زائد معناه في مكتوب خطأ، القيمة اللي عليه مكتوبة بالخطأ. فمثال يعني، وهنا جي، هذه جي وهذه أيضا جي، آر بواحد، ونفرض مطلوب هنا قيمة الأدميتنس، قيمة الأدميتنس من هنا، يعني لو دخل تيار من هنا وخرج من هنا هتقابل أدميتنس اللي هي واي إكوفالنت، واي إكوفالنت مكافئة، واي المكافئة. ولكن بنفس الطريقة واي بتساوي مقلوب زد، نحن واي ما زلنا ما نش عارفين كيف نوجدها، لكن ممكن نوجد زد إكوفالنت، زد إكوفالنت نفسها يعني من هنا نقدر نحسب واي إكوفالنت ونقدر نحسب زد إكوفالنت. نشوف الأسهل نوجدها، وبعدين لو وجدت زد إكوفالنت كم تساوي؟ ففي الحالة هذه مناخذ مقلوبة يعطيني الأدميتنس. الأدميتنس يعني فائدتها أنها هي ممكن تستخدمها في حالات خاصة، تستخدمها بدل الإمبيدنس باش تبسط لك الحل في طرق تحليل معينة. أفضل أنك القيم الممنع العناصر تكون على هيئة أدميتنس بدل ما تكون على هيئة إمبيدنس. لو تتذكروا في النودال أناليزس قيمة القيمة على المقاومات ممكن نكتبها بالمهو بدل الأوم، لو كتبتها بالمهو يعني المقلوب كونتاكتنس جي تساوي واحد على آر، بدل ما نكتب عليها المقاومة مثلا مقاومة هكي 50 أوم مثلا ممكن نكتب عليها 1/50، والواحد على 50 مهو هي نفسها، يعني هذه هي 1/50 مهو هو مقلوب الرمز. فهذه لو كتبناها بالطريقة هذه ممكن في النودال أناليزس أسهل في الحل فقط يعني، لكن أنت تقدر تحسب كيف ما تبي، الطريقة اللي تتبعها أنت حر فيها. طيب مطلوب هنا إيجاد واي إكوفالنت، هذا مش هنأخذه في وقت طويل لأن أخذنا مثال مشابه له. فهنا تلاحظ لو حاولت تجيب الزد إكوفالنت، نحن تو نركزوا على زد إكوفالنت، لما نحسبها نأخذ مقلوبها هو واي إكوفالنت. لما ننظر من هنا نفرض تيار داخل من هنا ويخرج من هنا، فنشوف هل في عندي ممانعات توالي؟ ما فيش، لو حاولت تجد ممانعات توالي ما فيش، يمر فيها نفس التيار، كل ممانعة هنا يمر فيها تيار مختلف، فروع فرع هذا يمر فيه تيار مختلف، هذا ما تيار مختلف، هنا تيار مختلف، هنا تيار، هنا تيار مختلف، ما فيش توالي. لو في فيها ممانعتين توالي لكان مر فيه نفس التيار، لو كان عندي ممانعتين توازي لكان وقع عليه نفس فرق الجهد، نفس فرق الجهد اللي وقع على الأولى هو نفسه اللي وقع على الثانية، ما عندنا شنو. فشنو الحل هنا؟ شنو نستخدمه؟ نستخدم الترانسفورميشن.
ممكن نستخدم دلتا تو واي ترانسفورميشن ولا واي واي تو دلتا مثلا هنا. فنفس المثال السابق اللي اجريناه ممكن نسمي النقاط الخارجيه هذين الثلاثه مثلا هذه A وهذه B وهذه C وناخذ نقطه في السنتر نغير من دلتا الى واي ونوصل هنا ممانعه وهنا ممانعه ونوصل هنا ممانعه ونحول ال الممانعات هذه الخارجيه الاصليه نحولها من مكانها. فهذه شو تساوي بالتالي؟ هتساوي جي في واحد على المجموع اللي هو واحد زائد جي ناقص جي. لما نبي هذه يبقى عندي ناقص جي في الواحد على واحد زائد جي ناقص جي على واحد. نبي هذه يبقى جي في ناقص جي اللي هي بواحد على المجموع اللي هو جي ناقص جي زائد واحد. وبالتالي نكون استغنيت على ثلاثة هذين، ما بيش ناخذ فيها وقت طويل، عرفنا الطريقة. خلاص لما يكون لدينا ثلاثة معروفات لو حسبناهن هتجد ان هذه تساوي واحد وهذه جي وهذه جي. تصبح الممانعة المكافئة زد كويفلنت بعد الحساب يعني هتاخذ الحساب خلاص تو عرفنا الطريقة. اللي هي زي الحالة الأولى، التيار لما يجي من هنا يبي يطلع من هنا هو، فيجي الطريقين هذا طريق وهذا طريق، يبقى معناه هذين اثنين على التوازي مع اثنين هذين اللي هو واحد زائد جي على التوازي مع جي وناقص جي. هذه الممانعة هذه جي ناقص جي. وهذه الممانعة الثانية هذه من هنا تساوي كم؟ من هنا لهنا عندك هنا ناقص جي وزائد جي مع بعض كم؟ جي وناقص جي تجمعها تطلع صفر. يبقى الممانعة الكلية هنا للاثنين هذين مع بعض هي شورت سيركت. لما تقول صفر يعني شورت سيركت، لما تكون ممانعة صفر شورت سيركت. ليش يسموها شورت سيركت؟ يعني دارة قصيرة. أنت لو تخيلت هنا هذه جي ناقص جي معناها درت بينهن شورت سيركت، هذا حولهن اثنين ودير صفر. فالتيار لما يجي من هنا حيجي الطريقين يبي يطلع من هنا هو بيمشيك حيجد هنا صفر وحيجد هنا ممانعة. وين يمر؟ وين حيمر؟ كله حيمر في الشورت سيركت. دائما يبحث على الطريق السهل. انت لما جيت تلقى طريقين واحد صعب واحد سهل تبي تمشي مع السهل، كان أسهل واجد واللي أحسن. هنا سهل جدا لأن مقاومة الممانعة صفر، هنا ناقص جي زائد جي صفر، يعني هذين تقدر ترسمهم كأنه شورت سيركت هك شكلها شكلها هك شورت. فلما يجي التيار من هنا يجد طريقين توا، يجد هنا شورت سيركت ويجد هنا ممانعة. وين يمشي كله؟ في الشورت سيركت، ما هش ولا شيء حيدخل من التيار هنا، كله حيمشي في الشورت سيركت هك. وبالتالي كم تطلع ده أنا الممانعة المكافئة؟ جي فقط. التيار يدخل من هنا يمر على الجي، يعني زد إكويفالنت، زد إكويفالنت تساوي هي ناقص جي. في حاجة ناقص، نحن هنا كان فيه ناقص، وين كانت الناقص جي؟ تحت هذه، هذه ناقص جي هذا ناقص. فزد إكويفالنت هتكون هي فقط ناقص جي. أنا نبي واي إكويفالنت هي واحد على زد اللي هي واحد على ناقص جي اللي هي لو ضربت في الناقص هيكون عندي الممانعة تساوي جي. واضح طريقة. فلما يطلب منك مثلا إيجاد ممانعة مكافئة مثلا الأدميتنس مكافئة، فنظرا لأنها صعبة توجدها مباشرة توجد الممانعة قبل وبعدين تأخذ مقلوبة يعطيك
القيمة. فيها سؤال بعدها، سؤال مثال يعني، مثال هذا برضك خلوه لكم مثال، هذا تحلوه أنتو، تحاولوا تحلوه، ما تنظرش للحل، أنت حل بروحك وشوف كيف توصل للنتيجة. إذا أنت مشيت بالطريقة هذه وعرفت طريقة الحل للأمثلة اللي عندنا، فبعون الله ما يكونش عندك أي مشكلة، درجتك هتكون ممتازة مؤكد. لكن تعب على نفسك، يعني اشتغل بروحك، حل بروحك. في طلبة يشتغلوا مع بعضهم، كويس طلبة يشتغلوا مع بعضهم، لكن شنو يديروا؟ يقعد يقولوا له أنت كويس، أنت يعني فاهم الموضوع، حل لنا ونحن نتفرج عليك. ما ينفعش هذا، هذا ما ينفعش على الإطلاق في السيركتوري. السيركتوري لازم يكون عندك خبرة بروحك، تشتغل بروحك للآخر. وصلت للنتيجة معناها تمام، ما وصلتش معناها راه في حاجة ناقصة. ما تجيش تقولها بعدين بعدين بعدين، شوية بشوية، لأن هي تعتمد على بعض. تنبيه بس، ننبه فيك يعني. ناخذ مثال أخير على طريقة أخرى للتحليل برضك، واخذينها نحن من قبل، اللي هو مثال على source transformation. source source transformation اللي هو تحويل المصدر. شنو تعني تحويل المصدر؟ نفسها اللي أخذناها في circuit 1. لما يكون عندي مصدر فرق جهد على التوالي مع مقاومة، فنقدر نحولوه إلى مصدر تيار على التوازي مع نفس المقاومة، أو العكس. التحويل تجري أنت حسب الحاجة. في بعض الأحيان في سيركت معينة، في جزء منها لو حولتها بالطريقة هذه تبسط السيركت، ولو حولتها بالطريقة الأخرى تبسط السيركت، فتختار أنت الأسهل وتحول. ولهذا سموه source transformation، تحويل المصدر. بس لما نقوله تحويل المصدر، لازم نراعي أن المصدر معاه ممانعة، يا أما ممانعة على التوالي أو على التوازي. لكن مصدر بروحه، مصدر فرق جهد، حولوه إلى مصدر تيار، هذا لا يمكن. ليش؟ لأن مصدر فرق الجهد المثالي كان ما معاش مقاومة، معناها مقاومته صفر. بينما مصدر التيار لما تكون ما معاش مقاومة، مقاومته الداخلية ما لا نهاية. فواضح أنه مش معقولة صفر يساوي ما لا نهاية، ما تجيش. ولذلك لما نقول تحويل المصدر، معناه نبيع المصدر كامل، المصدر قيمته مع مقاومته الداخلية. لو كان مصدر فرق جهد يبقى معاه مقاومة على التوالي، لو كان مصدر تيار تبقى معاه مقاومة على التوازي. نفس الشيء حتى بالنسبة للفريكونسي دومين، لازم تكون معاه ممانعة. مصدر فرق الجهد معاه ممانعة على التوالي، تقدر تحولها إلى مصدر تيار معاه ممانعة على التوازي، والممانعة على التوالي هي نفسها الممانعة اللي على التوالي اللي على التوازي، لأن يعني الاثنين متساويات. فنأخذ مثال، نفرض أن عندي سيركت بهذا الشكل، يا
المطلوب في السؤال هذا هو في مصدرين عندنا، مصدرين هنا، مصدر التيار. المطلوب هو فرق الجهد بين طرفي المكثف هذا V بالاتجاه هذا، يعني مطلوب V of T، مطلوب هو V of T. طبعا الطريقة السهلة، طالما المصادر جيبية معناها نتحوله إلى الفريكونسي دومين، نغير كل القيم هذه إلى ممانعات، فهذه ما نبيش ناخذ فيها وقت طويل. L تتحول جي أوميجا L، C تتحول واحدة جي أوميجا C، فنكتب تحوله مباشرة للفريكونسي دومين الآن. فهذا الآن كفيزر، كم قيمته كفيزر؟ هذا يساوي واحد، لأن فاي تساوي صفر، يبقى هذا واحد كفيزر، قيمته واحد. كلمة واحد مش معناها واحد ثابت، لا، تخيل أنه هو جي بي، فأكبر قيمة هي واحد. بعدين هذه تبقى كيف ما هي، هذه هتكون واحد على جي أوميجا سي. لو حسبتها الأوميجا نفس الأوميجا اللي هي 10^3 أو 1000، تكتبها بشكل هذا بشكل هذا نفس الشيء، هذه هتكون ممانعة قيمتها ناقص 2 جي، هذه ناقص 2 جي، هذه ممانعة قيمتها ناقص 10 جي، هذه ناقص 10 جي، هذه 2 كما هي، هذه جي أوميجا إل، هذه تطلع جي 4 أو 4 جي، نفس الشيء. هذه قيمتها كم كفيزر؟ وضحنا بدري ان الساين على طول لما تلقى الساين بدل كوزاين حط معاه الماجنيتود ناقص شيء، بس ما تتعبش روحك، يعني هذه تكتب معاها ناقص جي 0.5 او ناقص 0.5 جي، ترتيب مش مهم لان حصل ضربه بهالشكل هذا. عندنا الان هذه كتبناها طبعا، حولناها، فرق الجهد V هذا هيكون فيزر، نكتبه بنفس الحرف بس كابيتال فوق منها، ونوجد V الآن، V الآن كفيزر، وبعدين نجي في النهاية رجعوه لمجال الزمن. نحن نبي نستخدم السورس ترانسفورميشن طريقة، لما يحدد لك هو الطريقة اللي تستخدمها فأنت ملزم بأنك تستخدمها. يعني مثلا في طلبة تحدد له يقول له استخدم الطريقة كذا، فهو مش مستسيخ هالطريقة، يجاوبها بطريقة أخرى، فهذه ما غير صحيحة. يعني لو لزمك بها خلاص، لو ما قال لك شو هو، قال لك مثلا وجد V of T في السيركت، فاللي يعجبك الطريقة اللي تعجبك استخدمها. نحن source transformation عندي هنا سورس وهنا عندي سورس. في سورس ترانسفورميشن نجري تحويل للمصدر، المصدر هذا نجري له تحويل وهذا نجري له تحويل، لكن كيف التحويل؟ على اساس نعرف الخطوه اللي بعدها شنو التبسيط اللي نحصل عليه. هنا تلاحظ ان في هنا وين موجوده؟ موجوده على بين طرفي المكثف، في المطلوبه هنا. السيركت حتكون ابسط لو انا لما ننظر من هنا، بدل ما نشوف الممانعه كلها هذه مع على التوازي مع مصدر التيار، نشوفها على هيئه مصدر فرق جهد مع نفس الممانعه. فحكينا الممانعه جت هنا وهنا عندي مصدر فرق جهد، وهنا نفس الشيء، حتى من هنا نحول الكرنت سورس هذا كله مع الممانعه هذه إلى فولتج سورس مع نفس الممانعة. واضح؟ يعني نشوف بس التحويل كيف يكون، كيف يتم التحويل، نفس طريقة التحويل اللي عرفناها في سيركت 1. المصدر مصدر تيار في الممانعة، وبالتالي هنحولوه هذا من هنا، هذا نحولوه من هنا إلى، ممكن خلينا نرسمها هنا يعني، إلى مصدر فرق جهد على التوالي مع نفس الممانعة. يعني الممانعة هذه حنرسمها اللي هي ذي 4 وناقص جي 4، وهنا
ناقص 2 جي. هذه الممانعة هذه خليها على التوالي مع مصدر فرق جهد. مصدر فرق جهد تيار اتجاه إلى أعلى، يعني حسب التيار في الاتجاه هذا. المصدر هذا لما نحدد اتجاهه لازم نحط بلس فوق والماينس تحت. ليش هيك حطيناك؟ على أساس دائما التيار يمشي من البلس ويرجع للماينس، فيأخذ نفس الاتجاه. يبقى إشارتنا اللي حطيناها هنا صحيحة، بلس والماينس صحيحة. كم قيمة المصدر هذا اللي هو قيمة مصدر التيار في الممانعة؟ واحد في القيمة. لما تضرب واحد في القيمة يعطيك نفس القيمة، يعني أربعة المصدر هذا أصبحت قيمته أربعة ناقص 2 جي. وهنا نرجع المكثف في مكانه. طبعا المكثف هذا خلوه في مكانه اللي هو ناقص جي 10، والمطلوب هو في نفس المكان، ما نحركش من مكانه. ونجي نبسط من ناحية ثانية، هذا مصدر التيار اللي على التوازي مع ممانعة نخلوه مصدر فرق جهد على التوالي مع نفس الممانعة. فإذا هنا هنرسم نفس الممانعة بالضبط اللي هي 2، وهنا 4 جي، واللي يغذيها هو مصدر فرق جهد. مصدر فرق جهد، مصدر فرق الجهد لو نحن ما نظرناش للاتجاه القيمة اللي مكتوبة، فالتيار وين ماشي؟ في أي اتجاه؟ وين يمشي؟ في اتجاه إلى أسفل. لما نحط بدلا فولتج سورس الآن، وين نحط البلاس والماينس؟ نحط البلاس تحت والماينس فوق. ما ننظرش الآن للقيمة اللي مكتوبة، ننظر لها بعدين. يعني نحط هنا بلاس، نحط هنا ماينس، وبعدين خلاص القيمة هي عبارة عن قيمة المصدر هذا مضروبة في قيمة الممانعة. هذه لو حسبتها حتلقاها 2 ناقص جي قيمة المصدر هذا. وبالتالي نكون الآن بسطنا نحن إيجاد فرق الجهد في هذا. كيف تبسط؟ على أساس أصبحت عندي لوب واحدة أنا فيها مصدرين، مصدرين هذين على التوالي اتصالات، نقدر نضمن في مصدر واحد، نعتبر مصدر واحد. وبالتالي فرق الجهد في، عشان نحسب أبسط طريقة الحساب في، نحسب التيار اللي مر هنا I مثلا، نسميها I ونحسبه. ففي بالتالي حتكون تساوي ناقص جي 10 في I. فلو حسبت I هنا I، نقدر نستنتج قيمة فرق الجهد V. ناقص جي 10 في I يعطيني قيمة فرق الجهد V المطلوب. علشان نوجد V V نحسب التيار I. فحساب التيار I عندي مصدرين على التوالي، هذين ممكن نعتبرهم مع بعضهم في مصدر واحد لأنهم على التوالي. فلو ضميتهم مع بعضهم المصدر هذا يسبب تيار وين؟ في أي اتجاه؟ في الاتجاه هذا. المصدر هذا يسبب تيار بدون ما ننظر للقيمة اللي عليه، فهو وين يمشي التيار؟ في الاتجاه هذا، يعني في نفس الاتجاه. معناه بنجمع المصدرين مع بعضهم هي مجموع فرق الجهد الكلي اللي هو 4 ناقص 2 جي زائد 2 ناقص جي على الممانعة الكلية. باش نجيب التيار اللي مر هنا، المصدرين ضميتهم مع بعضهم في مصدر واحد، نقدر نجيب هذا نجيبه لعندهم يقعدن على التوالي، تراعي بس الاتجاه، وتقسم على الممانعة الكلية. الممانعة الكلية كم تساوي؟ ناقص 2 جي زائد 4 ناقص جي 10 بعدين زائد 2 زائد 4 جي، وتطلع قيمة I. I طلعها كماجنيتود وفيز. فلو مشيت معاها في وبسطتها هتكون عبارة عن 3 1 ناقص 2 جي. لو بسطت انت خطوة خطوة هتوصل للنتيجة هذه، ما نبوش ناخذ فيها وقت، نحن لو مشينا فيها خطوة خطوة ناخذ وقت طويل. ف
فهذه تعرفوها أنتم. بالتالي نحن علشان نوجد فرق الجهد في في فرق الجهد اللي هنا شنو يساوي هذا التيار اللي هو مر هنا اي في ناقص جي 10، يبقى ناقص جي 10 في التيار اي في النتيجة هذا. وبالتالي لما نحسب الآن لو حولنا في في لو كتبناه في اللي عوضنا عن اي هنا وكتبناه في ك في الاكسبوننشال فورم او البولار فورم هيكون بهذا الشكل، عبارة عن تقريبا هذه ممكن تقريبا نقول 6.7 6.7 والزاوية ناقص 63.4 درجة. يعني V هنا نحصل على V يساوي القيمة هذه، وبالتالي V of T ممكن نكتبها هنا V of T ماجنيتود 6.7 في مجال الزمن، رجع الكوزاين أوميجا معروفة اللي هي 10^3 تي، ونضيف لها الزاوية اللي طلعناها هنا اللي هي ناقص 63.4 درجة. هذه هي طريقة التحول من تايم دومين للفريكونسي دومين، نقدر نستفيد منها في جميع الأحوال وتبسط لنا الحل بدرجة كبيرة جدا. لأن لو استخدمنا التايم دومين هندخل في معادلات صعبة جدا اللي هي differential equations، وفي بعض الأحيان حتى integral differential equation، عملية صعبة جدا. لكن بالطريقة هذه تحول إلى الفريكونسي دومين يبقى نقدر نستخدم طريقنا السابقة كلها. كأننا ندرس في سيركت 1 توا ما عادش فيه، بس التغيير هو تيار اي حولوه الى فيزر اي فيزر، في حولوه الى في فيزر، مقاومات ملفات مكثفات نحولها الى ممانعه، وهكذا ونستخدم نفس الطرق. وبالتالي كنا انتهينا بالنسبه لليوم.